أهلا بكم من جديد. التحالف الغربي القطري الإماراتي يواصل غاراته على العاصمة الليبية طرابلس وضواحيها، موقعا المزيد من الضحايا في صفوف المدنيين. الليلة الماضية شهدت استشهاد 27 مدنيا جراء القصف الهمجي لعدوان التحالف، حيث طال القصف عددا من المنازل ومسجدا ومخزنا للأدوية وعيادة لعلاج أمراض القلب. قوات التحالف لم تتوقف عن شن غارات جوية ضد المؤسسات المدنية، حيث قصفت قبل يومين الإذاعة المحلية لمدينة الزاوية ومدرسة في المدينة. كاميرا الرأي كانت في الأماكن التي دمرت جراء هذا القصف العدواني، وأجرت لقاءات عديدة مع الأهالي الذين قصفت منازلهم وتضرروا نتيجة لهذا العدوان. نبقى مع كاميرا الرأي هناك. والله طبعا القصف دي من البارح مستمر يعني لغاية الصبح. البيت هذا طبعا بتدمر بعشرة صواريخ، خلينا نعد فيهم عشرة صواريخ. بيوتنا هذه كلها تدمرت اللي هنايا، أطفال ماتوا قاعدين ممكن تحت اللي نقضوهم اللي قاعدين. وهذه حماية المدنيين اللي يقولوا عليها. نحن نائمين في هذا الحي ونحن وأطفالنا نائمون، مع ذا الفجر أصبح القصف هنا، ترعب الأطفال وترعب الشيوخ ونحن صامدون، احنا وابنائنا، ولاخر لحظه ولا يرهبنا، لا يرهبنا هذا، نحن نقول لهم لا يرهبنا. الساعه الاذان يؤذن ونحن نائمون واطفالنا، وتم القصف علينا، وصار ترعيبا كبيرا الحقيقه، يعني ليس بشريه، الحقيقه ليس بشريه. العصابات المسلحه التابعه لثوار نيتو تسللت لبعض المناطق على اطراف مدينه طرابلس، وما تزال المقاومة على أشدها من قبل الجيش الليبي لمنع هذه العصابات من الدخول إلى العاصمة الليبية. وسائل الإعلام المغرضة تناقلت أنباء عن سيطرة هذه العصابات على مطار طرابلس العالمي. قناة الرأي كانت في مطار طرابلس والتقت بمحمد علي عبد السيد رئيس اللجنة الإدارية لمصلحة المطارات. عبد السيد كذب ما تناقلته هذه المحطات المغرضة، وصرح لقناة الرأي أن مطار طرابلس آمن ولا وجود لهذه العصابات على أرض المطار. قناة الرأي تجولت في مطار طرابلس وعادت بهذه الصور وبعض شهادات القائمين على أمن المطار. نتابع. تناقلت وكالة الأنباء ليلة البارحة وصباح اليوم أن مطار طرابلس تسرب إليه العصابات المسلحة الإجرامية. مطار طرابلس آمن، هذه إشاعات كلها مغرضة، وهذه الايام الاذاعات كلها تتناقل في اشاعات مغرضه ضد الجماهيريه العظمى. مطار طرابلس امن، كل شيء امن به، ونحن كلنا موجودين الان في مطار طرابلس، ومن الصحفيين كلهم بامكانكم الان تتجولوا في مطار طرابلس، ومطار طرابلس طبيعي، والعاملين يشتغلوا امور طبيعيه جدا، والامور هانيه، ولا تاخذوا هذه الاشاعات الكاذبه الحقيره حقيقه هذه الايام، وهذه كلها اشاعات حقيقه هذه الايام، والامور هانيه تماما، وبامكانكم تجولوا في مطار طرابلس، تشوفوا في المطار وتشوفوا الساحات وقوف الطائرات، والمطار بصفه عامه تقدر تجول فيه بكل راحه، ما فيش اشكاليه على الاطلاق. ماشي. بالنسبه لمطار طرابلس العالمي حقيقه مؤمن تامين جيد، وما فيش اي حالات اللي هي تشكل اي وضعيه امنيه او اي خلل امني في المطار لم يحصلنا من بدايه الاحداث الى الان، فالمطار مؤمن تامين جيد وتامين شامل. موسى إبراهيم المتحدث باسم الحكومة الليبية كان قد صرح لوكالة الأنباء أن العاصمة الليبية آمنة ومستقرة ولا زالت تحت سيطرة القوات الليبية والمتطوعين الليبيين، نافيا ما تتناقله بعض وسائل الإعلام المغرضة حول سيطرة ثوار نيتو على المدينة. آمنة، السيطرة كاملة لقوات الشعب المسلح والمتطوعين وأهالي طرابلس الشرفاء كاملة. هناك نعم بعض المسلحين الذين تسربوا من هنا وهناك، دخلوا لمنطقتين أو ثلاثة من طرابلس، في سوق الجمعة، في فشلوم، في بن عاشور، في منطقة صغيرة جدا بعد أذان المغرب، ووجهوا ببسالة وانتهى الموضوع في خلال نصف ساعة وخلاص انتهت المواضيع. إبراهيم أضاف في مؤتمر صحفي عقده أمس
أن القوات الليبية لا زالت تسيطر على مدينة زليطن فيما تحاصر المتمردين في مدينة الزاوية. أن الوضع العسكري لنا احنا في مجمل الأنحاء في المنطقة الوسطى والغربية والجنوبية جيد. اليوم هاجمين على زليطن وتم ردهم بقوة، وزليطن آمنة رغم تسرب بعض العناصر يسمعوا فيه أهل زليطن. في عناصر تسربت نعم وعملت رعب في بعض بيوت زليطن وعند بعض الناس. لا رجوع عن خيار الشعب الليبي لتحرير ليبيا من الخونة، ولا بد من تطهير تاجراء وسوق الجمعة من العملاء والعصابات المسلحة التابعة للثوار النيتو. هذا ما أعلنه الزعيم الليبي معمر القذافي في كلمة وجهها للليبيين مساء اليوم. التطورات السياسية وتفاصيلها نتابعها بعد الفاصل، ابقوا مع قناة الرأي. حان الهمم في كلمة صوتية وجهها إلى الشعب الليبي. العقيد القذافي دعا الشعب للخروج برجاله ونسائه إلى شوارع طرابلس لمواجهة الخونة والعملاء ولتطهير تاجراء وسوق الجمعة. بالرجال والنساء، واللي خايف يعطي زبون لقيت ريزورت والله لبنته. فلتخرج النساء بالألاف المؤلف الآن في شوارع طرابلس في ميادين طرابلس لتطهير التاجورة وسوق الجمعة. وحدات الشعب المسلح الآن قائمة بمداهمة العدو والتشكيلات الثورية واللجان الثورية والقبائل. يلا القبائل 20 قبيلة اللي عقدت ملتقياتها في طرابلس تخرج الآن برجالها ونسائها لميدان المعركة. تحسم المعركة اليوم يجب تحسم المعركة في تاجورة. العقيد القذافي أكد أن لا رجعة عن خيار الشعب الليبي باختياره تحرير ليبيا من الخونة الذين أعادوا الاستعمار إلى بلادهم. أخرجوا أنا معكم الآن، أنا معكم في طرابلس. لا تراجع، ما في تراجع أبدا إلى آخر نقطة في, 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 في الأرض التي نريد أن نحررها من عنوان الاستعمار. لا تسمح للاستعمار أن يجد نقطة قدم في بلادكم. أنا معكم في هذه المعركة كما وعدتكم أبدا، نحن لن نستسلم أبدا، سننتصر بإذن الله. من جهته سيف الإسلام القذافي وخلال كلمة له في الملتقى الوطني السادس للشباب أكد وجود متمردين وخارجين عن القانون في مدينة مصراتة يقومون باحتجاز أهلها وإرهابهم بالقوة. هذه مدينة وفيها وحدين إرهابيين وخارجين على القانون وعلى الملة وعلى الدولة وحايزين الناس، وأنا عندي اتصالات تجيني باستمرار بالتورية وبإيميلات من داخل مصراتة ويخبروا فينا شو صاير. الناس مش معاهم لكن الناس خايفة. سيف الإسلام شدد أن لا استسلام أمام المتمردين وقوات التحالف الغربي القطري الإماراتي، فهذا أمر مستحيل. أعتقد الآن حان الوقت، لان نقول لك التمرد اللي حاصل في ليبيا مش هيوصل اي نتيجه، لان نقول لكم راهو باش حد، وهذه عباره لازم العالم كله يسمعها، راهو باش الليبيين احنا منسلم نرفع ايدينا الرايه البيضاء مستحيله، ما تعبوش عليها. خلافا لما تناقله وسائل الاعلام والفضائيات المغرضه حول مكان عبد الله السنوسي رئيس جهاز والاستخبارات الليبيه وزعمهم بمغادره ليبيا، يظهر عبد الله السنوسي في العاصمة طرابلس خلال تصريح صحفي. السنوسي خلال ظهوره لهذا اليوم أكد على ضرورة صمود الشعب الليبي حتى دحر العدوان، مشيرا إلى ضرورة تطهير ليبيا من العملاء المتمثلين بثوار النيتو. ليبيا لن تحكمها العصابات الإرهابية، والشعب الليبي مصمم على الانتصار، وهذه العصابات يعني اعتبروها في حكم منتهي. إن على العهد باقون شعار صدر عن قبيلة التبو خلال مؤتمر القبائل المنعقد حاليا في طرابلس، تأكيدا على الصمود أمام العدوان والعصابات. ساركوزي يجب أن يحاكم. رونالد دوما وزير خارجية فرنسا الأسبق يرفع دعوى قضائية ضد ساركوزي
بتهمة قتل المدنيين في ليبيا. كل هذا وأكثر بعد الفاصل، تفضلوا بالبقاء معنا. أهلا بكم من جديد. رغم الأزمة الأليمة التي تتعرض لها ليبيا من عدوان وتآمر، فإن الملتقيات والمؤتمرات القبلية مستمرة للتأكيد على وحدة ليبيا والدفاع عنها تحت شعار على العهد باقون. قبائل التبو تعقد ملتقاها القبائلي في العاصمة طرابلس. قبائل التبو أدارت تواطؤ ثوار نيتو مع العدوان ضد ليبيا، مؤكدة على تصديها للمؤامرة والعدوان. نتابع جانبا من هذا المؤتمر ثم نعود. إن أبناء قبائل التبو يعلنون استعدادهم الدائم لحماية الوطن وحدوده، ويعتبرون ذلك مسؤولية وطنية وواجب مقدس، وعليه فهم يتنادون لتشكيل جحف المقاتل في طرابلس والمناطق الجنوبية لحماية الحدود الجنوبية مع بقية قبائل الصحراء الكبرى، حتى يكون حصنا منيعا وحصينا على الغزاة. المحامي الفرنسي البارز ووزير الخارجية الأسبق رونالد دوما يواصل إجراء الدعوى القضائية التي يرفعها ضد الرئيس الفرنسي ساركوزي وأعضاء حلف نيتو بتهمة قتل المدنيين وتدمير البنى التحتية في ليبيا. ضمن برنامج تلفزيوني قال دوما إنه سيعمل بلا هوادة بخصوص هذه الدعوى، معلنا عن حصوله على توكيلات من المواطنين الليبيين الذين تضرروا من قصف حلف نيتو. وزير الخارجية الأسبق دوما أضاف أنه قام برفع دعوى لدى محكمة العدل الدولية في لاهاي ضد محاولات ساركوزي وعدد من الدول للقرصنة على أموال ليبيا، مؤكدا عدم تراجعه عن هذا الملف حتى الحكم على ساركوزي وأمثاله. صامدون، سنتحدى، سنبقى نحن لهم بالمرصاد، سنقاوم ولن نركع، إما حياة تسر صديقة أو مماتا يغيظ العدا، وسنغيظهم بمقاومتنا وصمودنا. تلك هي كلمات الليبيين جراء ما يتعرضون له من عدوان قالوها سنتصدى لقوات التحالف الغربي وللعصابات المتواطئة. نتابع معكم نبض الشارع الليبي في ظل الهجمة التي تتعرض لها ليبيا. الحياة وقفة عز مع قائدنا ومع شعبنا، ونحن نقول لهم طز فيكم. وقول لخ القائد وقول أنت شجاع وصقر ونزا ذاتا معمر، شجاع وصقر ونزا ذاتا ومرحوم به وما لي شاباتا بس والله ومعمر وليبيا بس. وهذا الدماء نحن مش غريب علينا، احنا ديما أرضنا ووطننا نزكوا فيه بالدماء. سيبقى المجد والخلود لهؤلاء الشهداء والله ومعمر وليبيا بس. صامدون يا أخي القائد، صامدون صديدا صامدا، أقسم بالله أخي قطر الدم على مهاجلك يا أخي القائد. إنني أدعي كل الشعوب العربية الحرة، كل الشعوب الأبية أن تقف معنا. نحن عائلة ومعمر بونا، والله ينصر على من يعاديه، والله ومعمر وليبيا وبس. النشرة الليبية انتهت. النشرة الليبية دائما من قناة الرأي، حتى نلتقي استودعكم الله.